لا، بما يطالب المضربون والمعتصمون من موظفي المحاكم في هذا الإضراب، وهل ثمة علاقة بين هذا الإضراب وإضراب الأطباء بشكل أو بآخر؟ نعم، صباح الخير حسن. بالفعل أكثر من 6000 يعني موظف في المحاكم وفي وزارة العدل في تونس يدخلون في اعتصام مفتوح وإضراب مفتوح عن العمل، كما تريكم الصورة زميلي سينقلها لكم. يعني حضور المئات من موظفي المحاكم المعتصمين والمضربين هنا في قصر العدالة وفي مقر المحكمة الابتدائية. طبعا هذه المطالب هي متمثلة أساسا في إصلاح البنية التحتية للمحاكم، تحسين ظروف عمل الموظفين في المحاكم، أيضا يعني مطالب أخرى تتعلق بالزيادة في الرواتب وأيضا إدراج الترقيات في قانون خاص، علاوة على طبعا مطالب مهنية أخرى تدخل في التفاصيل عملهم. يبدو أن الحكومة التونسية قد وعدتهم في مرات سابقة بإصلاح هذه الأوضاع وبتحقيق يعني هذه المطالب، لكن يبدو أن تسويف هذه الوعود من قبل الحكومة هو الذي أدى إلى هذا الاعتصام المفتوح، والذي في الحقيقة لم تحدد يعني نقابة موظفي المحاكم الموعد والأجال لتعليق هذا الإضراب. من المنتظر بعد قليل أن يتوجه المضربون وعددهم بالمئات هنا في قصر العدالة إلى مقر وزارة العدل، ومن ثم إلى قصر الحكومة لتتواصل هذه الإضرابات وهذه الاحتجاجات إلى طبعا منتصف النهار اليوم. سألتني يعني عن إضراب أيضا الأطباء. في الحقيقة تونس تشهد حالة من الإضرابات والاحتجاجات القطاعية، سواء في صفوف الأطباء، موظفي المحاكم، الصحفيين، المهندسين، يعني حالة في الحقيقة من التجاذبات ومن الجدل ومن المطالب الاجتماعية يعيش على وقعها المشهد التونسي. أيضا الأطباء اليوم هم في إضراب حضوري، تقريبا كل المستشفيات متوقفة عن العمل بخلاف أقسام الكوفيد 19 ويعني الأقسام الاستعجالية. تقريبا هناك شلل تام اليوم في عمل المستشفيات، وايضا حتى المحاكم متوقفه عن العمل. اشير فقط يعني حتى منذ قليل كان هناك عدد من المواطنين المتقاضين الذين يعني انتقدوا تعطل مصالحهم في هذه المحاكم التونسيه مع توقف العمل الى لاجل غير محدد. نعم. طيب نجلاء، يعني في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه التي تعانيها تونس، من المتوقع الا تستطيع الحكومه الاستجابه لهذه المطالب التي تتركز معظمها في مطالب اقتصاديه، فما الذي يهدد به المحتجون أو المضربون أو المعتصمون فيما لو لم تستجب الحكومة لمطالبهم؟ ما خطوات التصعيد؟ نعم، حكومة المشيشي تقول إنها تجد نفسها بين سندان هذه المطالب وهذه الاحتجاجات وهذه الضغوط التي يدعمها اتحاد الشغل أعرق المنظمات النقابية في البلاد، وبين يعني بين أيضا الضغوط التي تمارسها أيضا الصناديق الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، مع تراكم الديون التونسية نحو الخارج، مع ضعف الاستثمار، مع ضعف أيضا ميزانية العام، وأيضا حتى أن الحكومة توجهت إلى غلق يعني باب الانتدابات واتباع سياسة التقشف للضغط على المصاريف، وبالتالي يصعب تحقيق هذه الوعود والتي هي أغلبها يعني مطالب تتعلق بترقيات، تتعلق بزيادة في الأجور، بإصلاح يعني البنية التحتية المتردية وغيرها من المطالب التي تحتاج إلى ميزانية خاصة وإلى موارد مالية في الحقيقة هي غير موجودة، سيما مع تداعيات جائحة كورونا التي غلقت آلاف مواطن الشغل في تونس، ومع أيضا تداعيات حظر التجوال الذي سيستمر إلى غاية منتصف شهر يناير المقبل. طبعا كل هذه الانعكاسات وكل هذه المشاكل الاقتصادية ربما تجعل الحكومة اليوم تواجه هذه الاحتجاجات بنوع ربما من الوعود بعيدا عن تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع. شكرا جزيلا لك مراسلة الغد نجلاء بوخريس، كنت معنا من تونس العاصمة.